فيها مستويات. بغيت نعرف واش انا مواطنه حيت بسيطه كتصنت لي الشرطه الولائيه وكتخليني من الوحده السبعة العشيه وما كيتصنتوا لي. وهذا السيد هذا وهذه العائله هذه وهذه المافيا واش هما مواطنين فوق المستوى؟ واش هما مواطنين مغاربه فوق المستوى؟ واش هما ما كيتصنتوش ليهم؟ علاش ما كيتصنتوش ليهم؟ صوتك المال. علاش؟ من يحمي عائله الوراد؟ كاين ما يفيد، كاين ما يفيد، كاين علاش تصنتوا عائله الوراد؟ راه الوثائق كلشي عندهم، كلشي هادشي كنقولوا كاين عندهم. علاش؟ علاش حنا؟ حسن الورادي والعالمي حتى هو، والعالمي حتى هو. علاش الدستور تيقول لك حنا سواسيه امام القانون والمحكمه كتقول لك حنا ماشي سواسيه امام القانون؟ علاش؟ علاش؟ بغيت نعرف، هذا هو الجواب. خوف الشكاية علاش ما الجواب؟ حيت هاد الناس عندهم الفلوس، الملايير، عندهم الملايير، حيت هاد الناس عندهم الملايير. اللي كيشبر الملايير ماشي بحال اللي كيشبر البورتاب، ماشي بحال حيت داو الملايير ديالنا كيشدوا فيهم كما بقاو، ولكن اللي دا بورتاب ما عندو ما يعطي. حنا داو لينا الملايير كيديروا بها ما بقاو، كيتحماو بها، ماشي على كاع الورادي. المغرب كله عارف اللي دا 46 مليار، 46 مليار. هاد المنظومه ديالنا حنا ديال العذاب، واش واش غادي 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 نقضوا عليه حنا؟ غادي نقضوا عليه حنا الا ما انصفناش صاحب الجلاله؟ غنقضوا عليه ما نقضوش عليه؟ حنا كنتمنى صاحب الجلاله ينصفنا في هذا الفن. نصفونا، نصفونا في محكمه الاستئناف، بغيناها من ينصفونا في المحكمه التجاريه ديال عين السبع، المحكمه التجاريه ديال عين السبع. فهاد الشكايات اللي محطوطه ثلاثة اللي من 2019 وما كيتسناو، ونشوفوا المآل ديال الفلوس ديالنا فين مشات. والشكايه ديالنا حنا ما كنطالبوش انهم يتعاونوا معنا ولا يعطيونا شي حاجه من عندهم، حنا يعطيونا حقنا، حقنا. حنا ما كنطالبوش وما كنقولوش ليهم ديروا شي حاجه مخالفه للقانون، يطبقوا معنا القانون. حنا بغينا القانون يطبق علينا ويطبق عليهم، بغينا اننا نكونوا مواطنين نحسوا اننا في هذه البلاد مواطنين سواسيه بدون اعتبارات. الشكايه ديال الحافظ تبدلات باسم ديالنا وفي الورادي. علاش الشكايه ديال الحافظ تبدلات باسمنا وفي الورادي ونا وفي السجن؟ واش حنا عباد الله كنحطوا الشكايه في اسم واحد؟ ملي كنجي لمكتب الوسيط كنقول ليه الله يخليك ها الشكايه ديالي قلب لي عليها، كيقول لي لا انت ما داعياش، راه هو اللي داعيك وانا اللي داعياه. فين هي شكايتي؟ كاينه غير الشكايه ديالو اللي هو داعيني انا باينه مشتكى بها، وهو لا هو دائما هو اللي شاكيني. وحنا شكيناكم الله ياخذ فيكم الحق، شكيناكم الله الوحيد الحق، انا ربي ياخذ فيكم الحق. حقنا، حقنا فليعلم الجميع باننا لن نتنازل عنه. حق مصلحه ما تسكتوش انا، حقنا ماخذينوش انا، حنا كنا ما نتنازلوش عليه، حنا ماخذينوش، حنا ما نتنازلوش عليه. وشو بدك ما نفكيش، ما نفكيش على حقنا، ما نفكيش، 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 ما نفكيش، ما نفكيش على رزقنا، ما نفكيش. فليعلم الجميع بان هاد الاحتجاجات ديالنا راه ما عندهاش نهايه، راه ما غاديش نحبسوا، سنناضل، سنناضل. دابا كناخذوا يوم في الاسبوع، اذا اقتضى الامر غيولي يومين، واذا اقتضى الامر سنعتصم امام المحكمه، سنعتصم عن الاكل والشرب الا ان نصل الى الحق ديالنا. نطالب بالحق ديالنا، نطالب بحقنا، لا 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 شيء، نطالب بحقوقنا كمواطنين. لا يعقل ان هذا السيد فوق القانون، لا يعقل ان هذا السيد فوق القانون. يجب عليه ان يخضع للقانون كجميع المواطنين، لان ماشي هو رب هذه البلاد. غنمشيو لوزاره العدل في اي شيء، غنمشيو لوزاره العدل، وغنمشيو للبرلمان، وإلا نسسير غنوقفوا حدا القصر الملكي، حيت هذا السيد هذا ماشي هو ملك البلاد، هذا مواطن بحالنا بحالو، كلا لينا فلوسنا. أستاذ نطلاوي، أنا من 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 لي زاديرون ديال أتلانتيك بيتش. في هذا التدخل كنبغي نسلط الضوء على واحد النقطة أساسية، علاش هاد الناس مجموعين هنا وكيطالبوا بالحقوق ديالهم؟ شنو السبب الرئيسي؟ هو هاد الناس هادو كيطالبوا
بالاخ ديال هذا السيد النوفل الورادي اللي مشدود في الحبس لمده 10 سنوات اللي حكمته على المحكمه هو المحمحي امين المال بعشرة سنوات. هذا الاخ هذا ديال الورادي هو بيت القصيد، هو الحلقه دابا المفرغه اللي كندوروا فيها. هاد الناس هادو دخلوا علينا 80 ولا 86 مليار من هذا المشروع، خسروا منها 34 مليار على المشروع ما بين الارض وما بين البنايات العشوائيه اللي داروا فوق منه واللي راه هي لحد الان في التاكل من 2013. وملي كانت عندهم نيه مبيته باش انهم غادي ينصبوا علينا وغادي يسرقونا دخلوا الحبس، دخل الاخ ديالو الحبس بانه هو المسؤول الوحيد هو وداك المحماحي الامين المال، وبقات العصابه كلها على برا، والرئيس ديال هذه العصابه وراس الحربه ديالها هو حسن الورادي. هاد حسن الورادي هو الان اللي كيجي ديك الاموال كلها اللي بقات بمعنى 46 مليار ولا تقريبا حوالي 50 مليار كيتكلف بها وكيدير المشاريع كانه اونتربرونور مع راسو بدون ما يحاسبوا شي واحد. ملي جينا حنا للمحكمه وشلنا الوثائق اللي من المحكمه وحسب الضابطه القضائيه وحسب الاقوال ديال هذاك الشيفور ديال الاخ ديال الورادي اللي كيقول بانه هذا السيد دار له 10 الشركات في السميه ديالو بدون علم ديالو وخذ لاكارت ديالو بطريقه غير شرعيه ومشى امام ولايه الامن وخرج عنده شرطي من الشرطه ودار خذ البصمات ديالو داروا هما الاجراءات كلها بوحدهم بدون علمه حسب ما جاء على حسب الاقوال ديال هذا السيد الشيفور ديالو اللي كيتقاضى 2000 درهم. عنده 10 شركات حتى شي شركه ما فيهاش خدام. هاد الشركات على حسب البيانات ديال الاستخلاص ديال البنكه كنلقاو بان كيدوزوا بعض الايام شي شركه من الشركات كدوز لها 800 مليون في نهار واحد. هذه 200 مليون، هذه 600 مليون، هذه 120 مليون، هذه 400 مليون، وهاد الشركات شركات وهميه لم تقم باي عمل في هذا المشروع. وهي فين تبدلت الاموال وداو الاموال ديالنا ديك 46 مليار خرجوها عن طريق هذا. وشكون لو جيرون ديال هاد الشركات الاخوان؟ راه ماشي هو الشيفور، لو جيرون هو حسن الورادي. وكانت الام ديالو اللي عندها 80 عام رحمها الله في هذا النهار المبارك سعيد، حتى هي عندها شركه هو لو جيرون ديالها. اذا لو جيرون هو المسؤول الاول والاخير على كل ما يجري في الحسابات البنكيه، هو اللي كيسيني، هو الامر، هو الناهي، هو اللي كيدخل، هو اللي كيخرج. خرج هاد الفلوس كلها. انا كنطالب كمواطن ومن حقي ان نطالب كمواطن مغربي، عطيت 60 مليون في هذا المشروع هذا وجميع الاخوان اللي عطاو 60 مليون 50 مليون، الاخر فيهم عطى 50 مليون، كاين 1197 ديال المنخرطين. اذا هذه راه اموال طائله. هذا السيد لو جيرون خاصو يتساءل امام المحكمه. وملي شفنا هذه الوثائق رفعنا به دعوه في 2019. هاد الدعوة عينا من طلعوا نهبطوا عليها ما بين ولاية الأمن وما بين المحكمة ولم تفعل. سؤال غليظ وكبير واللي كان نستو عليه، لماذا لم تفعل هذه الشكاية؟ ومن حقنا نعرفوا، لأن لا يعقل واحد كيسرق بورتابل كيتشد وكيدوز من سين وجيم وواحد داي 46 مليار ودير به واحد شكاية ولم يحرك ساكنا. وملي كنمشيو نتسائلو كيقول لك ولايه الامن راه مشات للمحكمه، المحكمه كتقول راه هبط لولايه الامن، ولايه الامن كيقول لك راه ما عرفنا فين الدوسي فينا هو، سيروا للمكتب اربعه، سيروا للمكتب ثلاثه. هذا الشيء لا يعقل ولا يقبل في دوله الحق والقانون برئاسه صاحب الجلاله نصره الله. واللي كحت صاحب الجلاله ان القضاء يكون منصف ويكون عادل ويحمي المواطن ويحمي المستثمر في البلاد. لا يعقل هاد الشيء اللي كيطرى. هاد الشيء ضد قرارات صاحب الجلاله نصره الله. واش واحد كيعطي الفلوس وكيولي كيدير في البلاد يسيعوا في البلاد عبثا بالمواطنين؟ واش كيحكم فينا حنا هاد السيد هذا؟ ورغم عن هذا عاودنا فعلنا الشكايه عاوتاني في 2020 وسولنا عليها ولم تفعل، درنا شكايه واحده اخرى ولم تفعل. اذا سؤال طويل عريض في هذه البلاد، لماذا لم تفعل هذه الشكايه؟ وشكون هذا السيد باش ما تفعلش الشكايه؟ واش بغى يصبح هذا السيد؟
واش هو فوق القانون؟ انا كنعرف هاد البلاد حتى واحد ما فوق القانون، كلنا سواسية امام القانون. ولا يعقل هاد السيد هذا غيبقى يدير اللي بغى في البلاد، يجب عليه رغم عن انفه يجروه من خنافره ويجيبوه للمحكمة ويجاوب على الأسئلة ويجاوب على التساؤلات ديال المنخرطين ويجاوب على التساؤلات ديال داك الشيفور ديالو اللي كيقول انا ما لست على علم بان عندي شركات. سيد عنده 2000 درهم كيتخلص في الشهر، عنده 10 شركات اللي كدرين لي مليار، ولم يسأل هذا السيد. هذا راه العبث، راه حنا ما بقيناش دولة الحق والقانون هنا، ولينا دولة العبث بالمواطنين والعبث بمصالح وممتلكات المواطنين. ولهذا نناشد صاحب الجلالة، هو اللي بقى لينا كناشدو، لأن اللي مشينا له ما حليناش المشكل. بقينا نطلع من قطاع المحكمة سير هاد السيمانة، هاد الشهر الآخر. لو كانت المحكمة تحسب الحساب ديال المواطنين اللي ضيعوا الأوقات ديالهم وغادروا العمل ديالهم باش يجيو للمحاكم، كون راك تشوف الدولة المغربية شحال كتضيع في المشاكل، شحال كتضيع من تسويع العمل ديال المواطنين اللي كيخليو الأعمال ديالهم وكيجيو لهاد المسائل هادي. هاد السيد كنطالبو شيء واحد، القضاء ينصفنا، يديروا معاه المسائل القانونية. إلى هاد السيد ما داير والو، الله يعرضو السلامة ويسمح لنا. إلى كان هاد السيد متورط، خاصو يجيب لنا الفلوسات ديالنا، لأن راه ما عندنا ما نديرو حنا بالحبس ديال شي واحد. الحبس ما كيعوضش الناس الأموال ديالها، الأموال الطائلة اللي ضربت من 30 عام و 40 عام في الغربة، وهي كتكد وكتجي تنوض مع 6 الصباح وتمشي في الثلج وتخدم، وفي الآخر ما كاين حتى شي حاجة. يجي واحد يضحك عليها وتبقى تطلع وتهبط في المحكمة مدة 4 سنوات ولا 5 سنوات تتعيا وتمشي بحالها. هذا راه ماشي إنصاف. نناشد صاحب الجلالة ونناشد وزارة العدل ووزارة المالية، حتى وزارة المالية مسؤولة لتفقد هذه الأموال. كيفاش خرجت هذه الأموال؟ وشكون اللي خرج هذه الأموال؟ وفين مشات هذه الأموال؟ راه 46 مليار هذه ولا 50 مليار، راه ماشي 10 دريال. كيفاش كتصاوب لاكارت ناسيونال يعني بدون الأمور؟ لا ندري كيف أن هذه لاكارت ناسيونال كتصاوب بدون وجود المعني بالأمر. المعني بالأمر على ما يقال أنه كان في الزنقة وجاب ليه البوليسي دار البصمات في الطوموبيلة ومشاو صابوا الأوراق. على ما يقال، أنا ما حضرتش. هادشي اللي سمعنا، ونتمنى ان نكون خاطئين، لان حنا كنعرفوا دولتنا دولة الحق والقانون وكل شيء كيطبق على جميع المواطنين. ولا يعقل ان السي هذا حسن هم الورادي راه ماشي ما فوق حتى واحد، راه الله فوق الجميع، ومن بعد الله كاين صاحب الجلاله هو اللي كنعترفوا به حنا في البلاد، لانه هو الحامل الوحيد في هذه البلاد. وشكرا. السلام عليكم. حنا اليوم في وقفة احتجاجية كونتر العصابة ديال الوراديين. الورادي ماشي واحد، الورادي عصابة، وتسمع هادشي بحال الأفلام الطليانية بحال داكشي. الورادي نوفل هو رئيس الودادية ديالنا، دار الودادية رئيس، هو اللي كنا متابعينه. دابا راه تشد ومحكوم بعشر سنين ديال الحبس، ولكن مني دار الودادية، بدات الودادية في 2013، خوه شد الشيفور ديالو وقال له خصك تبدل لاكارت ناسيونال حيت ساكن غير في واحد الدوار. شدو قالوا له ما يمكنش تبقى ساكن في دوار، مشاو كراو له واحد الدار ب 2000 درهم وبقاو انسيستيو عليه ديال خصك تبدل لاكارت ناسيونال. شدو داو للدار الحمراء، خرجوا البوليس، دخلوا الشيفور، دخلوه، داروا لي البصمات وهذا، وما بغاوش يعطيوه الروسو ديالو باش يروتيري لاكارت. قالوا لي غنعطيوه الباترون ديالك. مني خرجت لاكارت هز داك الروسو ومشاو كرياو به 10 شركات اللي فيهم غير السميه. دابا ولا نوفل الورادي اللي رئيس الوداديه ديالنا تيشد الفلوس وتيدير سواديزون مشاريع مع هاد الشركات وتيترونسفيري الفلوس. ترونسفيرات 33 مليار. وهاد الهضره ماشي انا تنقولها، هاد الهضره كاينه في محضر ديال لا جوندارموري
النهار عيطوا للشيفور واستنطقوه، قال لهم واش انا عندي حاله ديال واحد عنده 10 الشركات، قال لهم ها شطره ها شطره، عاودوا لي لاكارت وداو لي لاكارت ديالي وكريوا بها داروا بها. وحسن الورادي اللي واقفين عليه اليوم في هذه المحكمه هو اللي كان عنده لا جيستيون ولا سيناتور دو لي كونت، شد داك 33 مليار اللي دازت من الوداديه ديالنا وغبرها، حتى من واحد 10 المليار خداوها كريدي علينا، البنكة اللي غتسيزي لنا البروجي حتى هي دوزوها لهاد حسن الورادي، وجابوا واحد الشركه بجوج دريال بنات واحد شويه د الباطيمات بلا فيردي بلا والو، وشفروا الفلوس، حسبنا لهم تقريبا شفروا لنا 46 مليار. مني قدمنا الشكايه الاولى في 2019 بحسن الورادي بهاد العشرات الشركات ما بغاوش يجبدوا الدوسي، عاودنا شركات في 2020 ما بغاوش يجبدوه، ما عرفتش شنو طاريف هاد الشيء، واش شكون ورا هاد الوراديين هذا، بزاف هاد الشيء كاين بين 1000 و 1200 بين 1200 و 1300 واحد ديال الخلق اللي مشاو لهم فلوسهم اللي جمعوا حياتهم كلها، كاين اللي جمع حياته كلها مشات ليه 50 60 مليون، نصبوا على 1200 واحد مشات لهم فلوسهم وسيد تيدور ولا مقاول صحيح ولا تيبني في اللويزيه بالفلوس ديالنا اللي دار راس المال صحيح ديالها. الوغ شكون اللي هاد الدوسي حتى تيطلع وتيغبر عاوتاني، واش كاين شي جن؟ حنا ما بقيناش مضاربين مع بنادم، ولينا ضاربين مع الجنون. بزاف هاد الشيء، واحد تيشفر غير التليفون تيجيبو وتيحكموا عليه بعامين وثلاث سنين في البلاصه، هاد حسن الورادي مازال ما بغاوش يجيبوه، علاش الله اعلم. يعني باقي واش مبقاوش عليه ولا؟ لا ميم با، ما استدعوهاش ميم با، ما بداوش ميم با لافير، تيقولوا لنا الدوسي ما كاملش، كل مره تيلقاو حجه وتيخليو الدوسي وصافي، ما عرفتش. ولكن السيد عنده شافرين 46 مليار، راه القضيه باينه. هادشي غادي في وهادشي هاد البلاد هادي، الا كنا تنقولوا المغرب و2021 وباغي الناس تبرا وتقدم للمغرب وهذا، ما انا براسي نكون برا، معنا شي وحدين برانيين ماشي مغاربه وجاو شراو في هذا البروجي وقال لك غيكتبوا الوزاره ديالهم ديال الداخل ديال الوزارات ديال البلدان ديالهم باش يكونتاكتيو الوزارات ديال المغرب ديالنا. حشومه هادشي تيشوهوا بالبلاد كلها، وحتى باش يعيطوا عليه ويستنطقوا ويقولوا له فين مشات الفلوس ديال هاد الناس هادو 33 مليار، ما عيطوا عليه، ما داروا بحث، ما شافوا لي كونت بونكير مني دخلت داك 33 مليار فين دازت، واش دازت لبنما، واش دازت الله اعلم، ما بغاو يديروا حتى شي حاجه، ناعسين مكونين. 2019 2020 2021 هي تسالات ثلاث سنين باش يبداو دوسي اللي فيه 33 مليار مشفوره بالحجاج بالوراق بكلش. اللي طرحناه لا على ولايه الامن لا على الشكايه، في الشكايات اللي درنا فحنا كنقولوا للناس ديال الامن انهم يمشيوا لهاد الشركات، يمشيوا لي كونت ديال هاد الشركات هادو لي كونت بونكير، ويعرفوا شكون اللي كان عنده الحق باش يسني يخرج ويدخل هاد الفلوس هادو، لان هنا فين كنعرفوا فلوسنا فين مشات، لأن المداخل حسب الخبرة فهي تفوق 80 مليار، واللي تصرف على المشروع هو 30 مليار، كتبقى 50 مليار خصنا نعرفوا الطريقة باش خرجات وشكون اللي استفاد منها، وعطينا الدلائل للنيابة العامة والشرطة القضائية، ولكن أخويا كنتفاجئوا بأن هاد الشكايات فهما ملي تنجيو للمحكمه كيقول لك احنا صيفطناهم لولايه الامن، وملي تمشي لولايه الامن تيقول لك ما جانا والو. فتصوروا شكايه من 2019 وحنا في 2021 غندخلوا 2022 وباقا ما تفعلاتش، وهاد الشكايه هذه فيها 17 واحد اللي شاركوا، كلهم شاركوا في النصب على هاد الوداديه وشاركوا في الاختلاس ديال الاموال. فاحنا كيف باب دارنا قالوا بان الفلوس ديالهم والملايير ديالهم مشات لبنما، فاحنا بغينا نعرفوا فلوسنا فين مشات، وحنا عارفين الناس اللي استفادوا من هذه الفلوس، ولكن خص النيابه العامه هي اللي عندها الاحقيه وعندها المشروعيه باش تدخل مع البنكه وتشوف شكون اللي كان كيسني في هذوك الشيكات في هذوك لي كونط، وشكون اللي كان كيستافد من هذوك من هذيك الفلوس هذيك.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.